اللهم صل على محمد وعلى محمد. هاليوم جيت القبر الحارس قلعة إبراهيم، حارس نادي الميناء وحارس منتخبنا الأولمبي، الله يرحمه ورحمته الواسعة. طبعا هواي وصونا عليه، الحمد لله قدرت أوصل له، حصلت عنوانه وبخدمته. طبعا عنوان كلا الفتحة الأولى بشارع سيد مالك. أول ما تدخلون من شارع سيد مالك مسافة يعني أقل 25 متر، على اليمين يصير قبر مبين. الله يرحمه ورحمته الواسعة. لحد الآن ما أعرف يعني موت فعلا، سكتة قلبية أو بيها فتشي يعني من جماعتنا خنقوه سوى هذا الشيء، الله أعلم. على كل حال الله يرحمه. راح أشوفكم الشارع اللي تجون عليه. ذن السايدين مع سيد مالك، أول ما تنزلون هذا قبل أسر. يعني قبل ما توصلون سيد مالك ذاك الضوء مع سيد مالك، مسافة كلش قليلة يعني السايدين مع سيد مالك، أول فرع أسان بالأولى على اليسار، هذا قبره هو سائر على اليمين يعني بالسايدين. الله يرحمه ورحمة الله.